بسم الله، ادي اللحمه المفرومه بتاعتي. حلو كده، نشيلها هنا. وادي ايه، انا هحط بقى نص ونص، يعني هحط نص عندي هنا، فاخد نص ايه البيضايه، ادي اهي، وادي كمان البصلايه المفرومه. بصوا بقى، ده شبت مجفف وبقدونس مجفف، موجودين فين؟ طبعا انتوا عارفين انا دايما بستخدم ايه، البهارات من عطاره اونلاين اهي، زي ما انتوا شايفين العبوه بتاعتهم حلوه جدا كده وصغننه، تحطيها على الرخامه على طول. عندهم الشبت والكزبره والبقدونس اللي هي الخضره بتاعه المحشي موجوده مجففه اهي زي ما انتم شايفين، حلوه جدا وبتفرق قوي في طعم الاكل. لو انت ما عندكيش الخضره فريش تقدري ان انت تستغني عنها، الفريش بالمجففه. وليهم طبعا بيج خاصه على الفيسبوك عشان تقدروا تتواصلوا معاهم، وليهم ثلاث فروع، مدينه نصر والشيخ زايد والمقطم، عشان لو حابين تروحوا الفرع بذات نفسكم تشوفوا الحاجه قدام عينيكم تقدروا ان انتوا تعملوا ده. طيب انا المكونات عندي نازله قدامكم على الشاشه كلها فوق بعض، ما عنديش حاجه قبل حاجه، كل المكونات على بعض عشان المكونات، عشان ايه ما يبقاش الموضوع غلبه بالنسبه لكم. طيب تعالوا بقى نبهر. ادي عندي كل البهارات المكتوبه هحطها، فلفل اسود وبهارات اللحمة والثوم البودرة، عايز تستخدمي ثوم فريش ممكن برضو، وادي بقية مفتاح كده دي، يبقى كل البهارات اللي كانت مكتوبة عندي. ندي رشة جوزة الطيب بسيطة قوي بس بتفرق قوي في طعم الكفتة. مش هنزل اللي فيها. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا ننزل بشوية زيت عندي في الطاسة او في الووك بتاعتي، وابتدي ان انا اعمل ايه، اخلط كل المكونات مع بعض اهو، مفيش سهوله بعد كده. لو انا عندي الكبه بقى هتخلي الكفته يعني واخده وش كده، فبالتالي مش هتضايقني وانا بشكلها، لان انا عندي مش حابه قوي فكره ايه ان البصل يكون ظاهر قوي كده. تمام، يعني انا بوريكم برضو على الرغم ان انا هعملها هنا، فانت لو هتعمليها على ايدك خلي البصله، بصوا شايفين البصلايه اهي، انا عايزه البصلايه تبقى مفرومه ناعم جدا عشان ما تبانش عندي او اهو، يعني اللي انا كنت مجهزاهم قبل الهوا سواء للطاجن او شويه شكلتهم هتشوفوا ناعمه جدا لانها خدت لفه في الكبه، فيعني راعوا جدا النقطه دي. طيب الكفته بتاعتي عشان اقفل الخلطه بتاعتها من بره او اقفل الغلاف بتاعها من بره وتديني برده شكل حلو، هعمل ايه؟ هاخد ادي الكفته بتاعتي اهي، طبعا اي نوع كفته مش بس داوود باشا لازم ضروري تريح عندي في التلاجه نص ساعه، يعني شايفينها هي ما لزقتش ولا اي حاجه، لكن الفكره ان انا لازم تشد عندي عشان الدهون تبتدي تمسك وتبقى مظبوطه وزي الفل. طيب اديها زي من بره غلاف حلو يديني لون حلو للكفته ويديني كمان شكل املس جدا، شويه دقيق ما فيش عليه اي اضافات، بس بعمل ايه؟ اهي شايفين عندي بس بنزل كل الدقيق. صباح النور يا اروى. ايوه ازيك؟ كويس يا رب دايما. قولي لي عندك اي سؤال؟ لا. انا معاكي اهو يا عايزه اعمل طريقه اعمل كنافه. عينيا، عايزه كنافه بايه؟ بالكريمه ولا بالمكسرات ولا بالمانجا ولا بايه؟ بالمانجا. عيوني، احنا هنعملها النهارده بالمانجا ان شاء الله. اتفرجي على الحلقه وان شاء الله تجربيها يا روحي. حبيبتي نورتيني يا قمر. طيب انا هعمل ايه؟ شايفين اهو بشكلها داوود باشا في العادي بتكون كده زي الكوره، لكن انت ممكن تعمليها صوابع عادي جدا، يعني مش هتقول لا، فاختياري. بنزلها كده في الدقيق زي ما انتم شايفين، وابتدي اعمل كده اشيل كل الدقيق الزياده بتاعي اهو، دي ما زودتش عليها اي حاجه ولا ملح ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، اهي عندي خلاص. تعالوا بقى ننزل بيها هنا كل الكميه بتاعتي هنزلها، تعالوا بقى ناخد كده هناك عشان ما نفضلش ايه رايحين جايين، كل الكميه بتاعتي هنزلها في طاسه سخنه فيها شويه من الزيت. ادي اهو طبعا مجهزه شويه برضو في الثلاجه، هطلعهم معاكم عشان نشوف ايه الشكل عامل ازاي. ادي اهو، تعالوا كده دي عشان ايه تشوفوني. ودي طب انا بفضل بقى خطوه بتفرق جدا في طعم الكفته، ويمكن اكتر من طعم بتفرق قوي في التسويه، هي ان انا بحط الزيت عندي على النار من غير ما اشغل النار وارص الكفته بتاعتي وبعد كده بشغل النار، الخطوه دي بتفرق جدا لان الكفته بتستوي كلها في نفس المده. انا هنزلها اهو، يعني مشغله النار عندي، لكن انتوا في البيت ما تشغليش النار، رصي الكفته بتاعتك الاول وبعد كده شغلي النار عشان كل قطع الكفته بتاعتك تستوي في نفس الوقت. اهي هعمل كده، تعالوا كده ناخدها ايه هناك، هبتدي اشكلها شويه اهي،
لقيتي بتلزق شويه مكان البقايا بتاعت اللحمه اهي، نقطه زيت او شويه ميه هتفك معاكي وتبقى زي الفل. وادي انزلها هنا كده في الدقيق وابتدي اعمل كده. على فكره الخطوه دي اعملوها مع اي نوع كفته، كفته جمبري، كفته تونه، كفته سمك، كفته فراخ، الخطوه دي بتفرق جدا في الموضوع. اهي هنزلهم عندي هنا، هكمل انا بقيه الكميه واروق كده الدنيا حواليا واجيب كمان الكبه عشان نضرب بقيه الكميه مع بعض. عايزه اوريكم الاختلاف في الشكل بين اللي هضربها في الكبه وبين اللي عملتها على ايدي. فممكن ناخد فاصل سريع ونرجع على طول ليكم نكمل كفته داوود باشا والكنافه بالمانجا. رجعنا لكم بعد الفاصل. طب تعالوا لي بقى هنا اوريكم الفرق بين اللي انا كنت ضربها في الكبه قبل الهوا واللي عملتها على ايدي. طيب بصوا عندي اللي انا كنت مجهزاها قبل الهوا دي مضروبه في الكبه واخده وش واحد مش وشين، يعني انت بتجيبيها من عند الجزار واخده وش، هتديها انت كمان وش في البيت. ناعمه عندي جدا وحطيت برده نفس الفكره شويه الدقيق وقلبتها ونزلت بيها في الطاسه. طيب اللي انا عملتها على ايدي اهي يعني شكلها حلو طبعا زي الفل، لكن الفكره في ايه؟ ان مش ناعمه قوي زي اللي كانت في الكبه اهي، يعني حلوه برده ومتماسكه وما فكتش وزي الفل، لكن الفكره ان الكبه بتنعم عندي الموضوع. طيب انا ما عنديش كبه وعايزه اعملها ويبقى شكلها مضروبه حلو، هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اجيب بصلايه تكون مبشوره ناعم جدا واصفيها شويه من الميه هتبقى معايا زي الفل. طيب انا سايبه عندي الكفته تكمل سوا معانا. مين يا سباعي؟ ما سمعتكش. يا صباح الورد. يا 300 اهلا يا 300 سهلا. يا رمضان كريم باهلك. الله اكرم يا روح قلبي، وحشاني جدا والله. وحشاني مش عارفه بقى اقوم من النوم ده، النوم ده غير. والله انا الصبح بقوم بالعافيه اللي هو هيجوا ياخدوني خلاص. رمضان كريم. الله اكرم يا روح قلبي. وصباح الخير عليك. صباح الورد يا روحي. واستاذ بقى يكون بخير كلهم والله بيسلموا عليكي. والتصوير وكل الناس الجميله اللي عندكم. حبيبه قلبي. عامله ايه يا توتا؟ وحشاني والله. اهو ماشيين كده الوقت في رمضان، الوقت بيجري بسرعه أنا جدا. انا بجيبك على اليوتيوب اعمل ايه بقى؟ روح قلبي. انا دلوقتي ببص في الساعه قلت هو الميعاد اتغير. لا والله زي ما احنا. الاستاذ محمد قال لي لا زي ما احنا. زي ما احنا. ويوم الجمعه تقريبا 12 ونص. 12 ونص. فرق نص ساعه برضه. اه مش كده؟ اه ان شاء الله. ربنا يعينك يا قمر. يا رب. اللهم امين. على كل حاجه بتعمليها وكل لي قلبك انت وكل جمهورك كلهم كلهم يكونوا بخير وسعاده، عشان لو قلت اسمين هنسى الباقي. لا حبايبي وحبايبك هم واحد. أكيد طبعا. أكيد يا حبيبتي. وتسلم إيدك. يسلم. ودايما كده واقفة ومنورانا وبسمتك ودمك الخفيف والله. ربنا يفرح قلبك يا روح. بجد يا توتة أنت إنسانة عظيمة والله وجميلة. ربنا يكرمك. وبيضة كده من جوه. يا رب يفرح قلبك ودايما كده. بص أنا أول بس من أسبوعي يقول لي مدام نادية. أيوة. لولا يعني الملامة والله زغروطة. ربنا يعلم معرفتك في قلبي والله. تسلميلي يا غالية. تسلميلي حبيبة قلبي. ما تحرمش منك يا رب. ولا منك يا رب ابدا. مع الف سلامة حبيبتي. روح قلبي. تسلم لي عيون. طيب شفتوا بقى انا عملت ايه عندي عشان تبقوا ماشيين واحدة واحدة، يعني انتوا اكيد مركزين في مكالمة حبيبتي مدام نادية، لكن الفكرة ان برضو لازم تركزوا في الاثنين. طيب انا حطيت مكونات عندي كريمة كلها على بعض. تعالوا نقول سريعا كده عشان احنا ما كناش يعني ما كملناهاش مع بعض. هقول سريعا دلوقتي انا حطيت ايه على ايه. عندي العجان، عندك المضرب الكهرباء، عندك خلاط مش قوي ما بفضلش في الخلاط بصراحه، عندي حطيت كوبايه كريمه خفق تمام، ما عندكيش هقول لك البديل بتاعها عشان دي المكون اللي ممكن يكون سعره غالي شويه. عندي كوبايه لبن متلج او ميه متلجه اللي متاح عندك اشتغلي بيه. عندي نص كوبايه كريم شانتيه خام بدون سكر، مش عايز سكر خالص. وعندي نص كوبايه باستري كريم برده موجوده عند خامات الحلواني او اي عطار كبير. عندي كمان نص كوبايه حليب مكثف عملناه مليون مره مع بعض ما بنشتريهوش جاهز ابدا من بره، ومعانا شويه عسل ابيض ومانجا مكعبات وكوبايه عصير مانجا وجل للتلميع. طيب انا ما عنديش جل تلميع، اعمل ايه؟ انا احط بس شويه من عصير المانجا اهي. انا مش عايزه اغير لون الكريمه قوي، يعني مش عايزه الكريمه تقلب عندي اللون على اورنج، لا انا عايزاها تفضل بيضه زي ما بشتريها من بره، لكن فكره شويه عصير المانجا بتطعم عندي الكريمه وبتدي طعم غني جدا. لو عندك طبعا يعني انت عامله مثلا عصير مانجا فريش تقدري ان انت تحطيه عادي. هاخد كل الحاجات دي كده هلا بلا زي ما احنا مع بعض وابتدي اضربها هناك. اهو الكفته كمان ايه. يا صباح النور، ده حبايبي كلهم النهارده. صباح الورد يا مو اسلام. طب ارجعي كلمينا تاني.
اهو شايفين عندي كفته حلوه ازاي؟ عايزه تسويها في الفرن انجازا للوقت عشان ما توقفيش في المطبخ مده طويله او ما تفضليش واقفه بتحمري وبتقلبي، عادي رشيها في صاج فرن مدهون شويه زيت وابتدي انك دخليها الفرن، بالساعه بكتير قوي هتبقى زي الفل معاكي. اهو عايزه اقول لكم ان هي خلاص يعني دقيقتين ثلاثه وهبتدي ان انا انقلها واعمل التسبيكه بتاعه الفاصوليا في نفس الطاسه. طيب ليه في نفس الطاسه؟ عشان انا عندي خير اللحمه كله او الطعم الحلو بتاع الكرمله والتحمير نزل عندي في الطاسه، فهل انا بقى يعني هل يعقل ان انا اشيل كل الكلام ده وارميه وما استفادش بيه؟ لا طبعا، نفس طعم الكفته هيبقى نفس طعم الصلصه بتاعتي، الفاصوليا كمان مكون يمكن اضافه شويه على كفته داوود باشا لكن هتطلع ان شاء الله حلوه جدا. اهو عشان اكيد عامله لكم صداع، هزود شويه لبن بسيط، انا مش عايزه القوام بتاعي يكون تقيل قوي، انا مش بحشي تورته ولا عايزاه يبقى خفيف قوي، انا مش هجلس تورتايه برضو، فلازم يكون عندي القوام وسط عشان الموضوع كله يبقى كريمي مع بعض. شويه من اللبن اهي نقلها بس هنا، وتعالوا كمان اطلع الكفته بتاعتي خلاص، يعني انا بالنسبه لي كده تمام التمام، مش ناقصه اي حاجه. تعالوا نجيب كده الماسك سريعا واطلع. حاضر يا استاذ سباعي، تعالوا نطلعها بالمعلقه انجازا. صدقني ممكن اعمل حركه، انتوا ولاد حلال، شوفوا الافكار الحلوه اللي بتيجي دي، بدل ما انقلهم وارجع انزلهم تاني، تعالوا نحط مكوناتي مع بعض. اهو نجيب كده بس ايه اهي، ثوم، سن الثوم بسيط، بصل في جنب الطاسه بقى ما بهدلناش 100 طاسه، شويه فلفل اهو، شايفين بقى لون البصلايه كده هيبتدي يتشوح ازاي مع الحاجات الحلوه دي، وننزل بعصير الطماطم اهو، يعني شوحوا مثلا 3 4 دقايق وننزل بعصير الطماطم، وننزل بالفاصوليا. شوفوا بقى الاكله كامله متكامله ازاي، والطعم والله ما يعني احنا في العادي بنعمل فاصوليا مطبوخه، لكن فكره ان احنا نعملها بكفته داوود باشا يمكن دي اللي هتديني طعم مختلف وتديني كمان تجديد شويه في المطبخ بدل ما يبقى الموضوع تقليدي. طيب انا خلاص يعني